ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. في سبيل الصفة. صلي يومين بانتظار العثور على صفة بالقرب من بيتنا، يومين يا أبو شريك، وما كانت تزبط معي. ولما في بكير ولاقي صفة بيكون الحبيب أبو فهد نايم. مين أبو فهد؟ مين أبو فهد؟ حبيبي هذا أبو فهد هو بياع المازوت اللي أنا متعاقد معه. بشوفه بالسنة شي 10 مرات، 8 مرات فاشوش يعني بدون ما يعبي لي مازوت، والسبب عدم وجود صفة، لذلك صار يشترط علي إني لاقي صفة واتصل فيه بعدين. وبناء عليه اتصلنا بي. إيه بالله يا طويل العمر، قلنا له أبشر يا أبو فهد الصفة صارت تحت جرينا. لكن لبين ما يوصل أبو فهد بتكون راحت الصفة. بيجي من يصف حدا غريب ما بتعرفه، ملأ صفة على الشوارع العامة، قام قرر يفوت على حارتك. والله باليوم بتعرف على شي 200 سيارة يا أبو شريك، شي نمرت قطر وشي الإمارات وشي الأردن وشي العراق وشي تركيا وشي ألمانيا، الله وكيلك. ناهيك عن دمشق وحمص وحماة وطرطوس والحسكة والسويدة، شي منه كتير. وكمان درعة، لك من درعة حتى في سيارات حكومية. إيه نعم بتصدق بالله، مالك بالطويلة صار عندي معارف أشكال ألوان بس بعالم السيارات والنمر، وصارت خبرتي بالصف والصفيفة والصفات خبرة مزارع بعلم النباتات. ويا حسرتي عن النباتات، صارت من المنسيات إلى درجة أن السماء نسيتها أيضا إلى هذا الوقت من العام. يا حرام عن جد بتزعل هالنباتات. أوف منك ومن رقة قلبك الكذابية يا صنايعي يا ابن المدينة، يا من ما بتفرق معك كميات الأمطار وما بهمك غير البازار. أم حول لشعيرة؟ لك حتى لما بدك تحكي بالحظ وبالمال وبعالم الأعمال بتحكي مثل الفلاح. أم حول لشعيرة؟ لكن ما عاد في جواتك لهفة الفلاح ولا انتظار الفلاح ولا همة الفلاح ولا بهجة الفلاح وهو يرقص تحت المطر يشرب ما تشرب منه أرضه على الهواء مباشرة، قصدي مباشرة تحت المطر تحت الأمطار. يا لها من حياة كانت تلك التي كانت تحت الأمطار. يا أيها الشاعر الذي يمشي ضاحكا دون شمسية، يا سيدتي البهية، خلي الشامسة على جنب وتعالي نتمشى تحت هذه الخيوط الروحية، نلمس الروح بأيدينا ندعها تغسلنا مما يسمونه غبار الأيام. بتخافي من الزكام؟ طيب خلينا ناخد تاكسي لكان، حاكم بتزعزع من حمل الشمسية، بيحرجني حمل المظلات. تاكسي شغل العداد لو سمحت. شو قلت؟ بدك ياني أقعد جنبك قدام مو ورا بجنب المدام؟ ليش شو دخلك انت بوين بقعد؟ مثل ما بقول لك يا ابو شريك. طيب يحط لوحه ممنوع يركب الرجل جنب المرأة ورا، وكل مالنا عم نرجع لورا. وين كنا؟ كنا بالصف تبع بياع المازوت. شو صار معك؟ صف وعبة وكل شي تمام. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.